مطبق. النائب العام ينظر، هل كنتم ستقومون بالتحقيق إذا كانوا لو كان الشهود من الشهود الذين تقدمونهم؟ إذن هذه نقطة وجيهة للغاية. خلال تحقيق مولر بكامله، أنا دعمت دعوة عدد من الشهود لأنني لم أكن أريد أن أتدخل في عمله، ولكن سألني جمهوريون لماذا لم تدعو آدم شيفت للشهادة. أعتقد أن ذلك كان سيكون مضرا للبلد أن يطلب أحد أعضاء مجلس الشيوخ نائبا في مجلس النواب ليمثل للشهادة. النقطة هنا أن هذه ليست الإجراءات التي ربما لا تخضع للتقييم. السيد دورم حقق في بعض الممارسات خصوصا فيما يتعلق بأوكرانيا. السؤال غير مسموع. إذن وزارة العدل رفضت التحقيق فيما جرى مؤخرا، وبالتالي على مجلس النواب أن يقوم بدوره ويطلع بمسؤوليته. إذن أنت تقول أنه ينبغي تعيين محقق خاص يعنى بموضوع أوكرانيا. إذن أنا حاولت أن نختار محققا خاصا يبحث ويحقق فيما جرى في انتخابات 2016. الآن لماذا دعمت أنا مولر؟ بالنسبة إلي كان هنالك تناقضا في مجلس أو في وزارة العدل. طبعا أنا كنت أعتقد أن تحقيق مولر مهم، أن يحقق شخص خارج المنظومة السياسية، أن يحقق شخص في أمور كانت تبعث على قلقي. وأعتقد أن موضوع الاستخبارات على الأجانب كان أمرا يستدعي التحقيق فيه. إن كان الأمر يتعلق بتعيين أو اختيار شخص خارج النظام التشريعي أن يحقق فيما حدث، فهذا أمر. إذن 47 نائبا جمهوريا يحق لهم معرفة ما جرى. أنا أقول أننا إذا ما جمعنا هذا العدد فسيكون إنجازا. من سألني عن كلمة تايلر الاستهلالية؟ لو قال جولياني لو قال في كلمة الاستهلالية أنني لم أفعل ذلك إذن ما ذكره رادكليف واستجوابه لتايلر ليس متاحا لكم، وما تسرب هو فقط مقاطع مختارة. إذن هذه الحقوق التي تمتع بها الرؤساء السابقون كلينتون ونيكسون، وتم التصويت. إذن مثل هذا الإجراء هو إجراء مارق قامت به إحدى لجان الكونغرس، وأعتقد أن هذا يمثل خطرا على منصب الرئاسة بشكل عام. إذن مجلس النواب قام بإجراءات سر بشكل سري عام 1972، ولكن هل تم التصويت على التحقيق في الأمر؟ لا. نيكسون استقال. بيتر رودينو هو من صمم تلك العملية، وأنا أتذكر جلسات الاستماع الخاصة بفضيحة ووترغيت. جيم روغن وهو كان مدير إجراءات العزل معي كتب لرودينو ليعرف كيف ما فعله. وأعتقد أنكم تعرفون أكثر مني، الأمريكيون لم يكونوا يعارضون ما حدث من حيث المبدأ. أنا أتذكر جلسات الاستماع الخاصة بووترغيت، ولكنني أتذكر أي في أي جلسة استماع علنية خلصت إلى أن الرئيس ترامب فعل أمرا خاطئا.
لو فعلنا ذلك بحق رئيس ديمقراطي وأخذت مقتطفات من كلمة استهلالية لأحد الشهود، لا تساءل كثيرون في عملية الاستجواب. إذن نعرف أن هنالك من يريد عزل الرئيس ترامب بأي طريقة بأي شكل ممكن، ولكن ما أقوله أن ما فعلوه في مجلس النواب هو أمر خطير للبلد. كان هنالك جلسة استماع من قبل الجنرال ميلي بشأن التطورات في سوريا، حضرها 10 أعضاء في مجلس الشيوخ، 10 أعضاء أيضا. وتحدث عن بعض الإجراءات التي يمكن أن تمنع تنظيم الدولة من العودة وسيطرة على مناطق النفط. وأعتقد إذن الجنرال شعر أو الرئيس ترامب منذ أن أصبح رئيسا كان يتحدث عن أمور Nobody really cares if he has a fair day in court but a handful of Republicans. I don't know what to tell him other than I told him. ما قلته ما كنت أقوله للرئيس ترامب عندما كان يقول أن تحقيق مولر هو أشبه بمطاردة الساحرات، لم أكن أوافقه الرأي. وعندما طرحت مشروع قانون يقضي بعدم دفع أو عدم عزل المحقق مولر، كنت أعرف استياء الرئيس إزاء ذلك، ولكن كنت أقول له أنه ينبغي أن نترك الأمور تسير على النحو الذي قام عليه تحقيق مولر. وطبعا مولر حقق في كل الأمور. والآن عدنا إلى موضوع أوكرانيا. أنا أخبرتكم عن رأيي بشأن ما ورد في المكالمة الهاتفية، ولم يرد فيها ما يدعو إلى فتح تحقيق يفضي إلى عزل. الرئيس الأوكراني قال بأنه لم يكن هناك أي مقايضة أو خدمة بخدم، ولكنني أقول أن الديمقراطيين فشلوا في التصويت على بدء إجراءات تحقيق، أو سيفشلون، وبالتالي لجأوا إلى هذه الطريقة الملتوية. Well, if you think impeachment is a non-political event, إن كنتم تعتقدون أن إجراءات العزل هي غير مسيسة فأنتم مخطئون. There are court hearings in South Carolina. Let me tell you about the first one I ever had. سأخبركم عن أول جلسة في برلماني. We went to the magistrate. We had a trial. أتذكر أنني خلفت مخالفة سرعة، تجاوز السرعة. وعندما ذهبت إلى المحكمة كان رجل الأمن الذي خالفني قريب للقاضي، ولكن أقول أنه في نهاية المطاف مجلس الشيوخ يجب أن يخبر مجلس النواب أنه إذا ما مضوا في مثل هذه الإجراءات فأنا أعتبر ذلك خارج عن المألوف، ويفتقر إلى إجراءات العدالة الناجزة. أنا لا أقول لمجلس النواب أنه ليس بإمكانكم بدء تحقيق في إجراءات عزل، ولكن هناك طريقة خاطئة وطريقة صحيحة. وأنا أتذكر أنني جلست لخمسة أسابيع في مجلس الشيوخ، وأحد أعضاء هيئة المحلفين قدم اقتراحا بإلغاء الدعوة، وأنا أقول للجمهوريين أنه لا بأس أن يطالب الجمهوريون بمعاملة الرئيس ترامب بعدالة وإنصاف. وأنا لا أريد أن أعلق على المحتوى، ولكن آمل أن نجمع عددا كافيا من الجمهوريين لأن يتفقوا على أن ما يجري من إجراءات في مجلس النواب مضر وخطير. In October of 1998, في أكتوبر عام 1998 قمنا بتشكيل فريق يضم 31 شخصا ليتولوا التحقيق. والتحقيق بدأ سريا ولكنه تحول إلى إجراءات علنية، وكان رد الرئيس آنذاك هادفا
It's the 47 Republicans you talked about that are. الآن نحن نتحدث عن 47 نائبا جمهوريا يعتقدون أن هذه إجراءات غير منصفة وغير عادلة بحق الرئيس ولا يمكن أن يشاركوا فيها.